موضوع الحرب العالمية الثالثة ربما مسألة دقيقة جدا وبالغة الخطورة. المواطن العادي يعلم مدى خطورتها، فكيف بقادة دول ربما دول نووية ودول صناعية في العالم تمتلك أكبر اقتصاديات وتتحكم بهذه الاقتصاديات؟ لكن هناك مزيد من الاستنزاف، مزيد من هدر للطاقة، مزيد من الأضرار ربما التي ستصيب أوروبا على وجه الخصوص، وأيضا طبعا مناطق النزاع التي تمثل أوكرانيا وأيضا بعض المناطق المحاذية لأوكرانيا كبولندا ورومانيا وغيرها. أنا بظني أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد هيأت لسبع فرق، ربما تبدو الفرق 101 أولى هذه الفرق التي وصلت إلى منطقة القتال أو منطقة النزاع منذ الحقيقة منذ التهديدات الروسية في بداية الأزمة مع أوكرانيا. والولايات المتحدة تضع في حساباتها مسائل مهمة جدا، مسألة الوجود العسكري الأبرز في البحر الأسود، مسألة وجود فرق قتالية خاصة ذات قدرات خاصة وتسليح خاص، وأيضا مسألة توريد الأسلحة وتقوية النظام والقوات الأوكرانية بما يجعل من الدخول الروسي إلى هذه المنطقة مسألة استنزاف لطاقات روسيا ولأيضا ربما قدرتها على الولوج في المنظومة الأوروبية التي نجح بوتين في الولوج إليها عبر السنوات الماضية، وعبر وجود ربما قادة أوروبيين كانوا يتفهمون أن روسيا هي أقرب إليهم كمورد للطاقة وأيضا كقوة عظمى من غيرها. وعلى رأس هذه هؤلاء القادة كانت المستشارة الألمانية ميركل وأيضا ربما بعض القادة الأوروبيين الآخرين في فرنسا وغيرها. أظن مسألة الحرب العالمية الثالثة ترتبط بحدث أكبر من هذا، وهو أيضا موجود على طاولة المحادثات أو مستقبل العلاقات الصينية الروسية، وأيضا على مستقبل تطور الدور الإيراني كقوة إقليمية تتحول تدريجيا خلال هذه الأزمة إلى قوة دولية مهمة في الصراع. وبالتالي مدى ما تتطور هذه القدرة وهذه القوة فنحن نكون قاب قوسين أو أدنى من حرب عالمية، قد تكون الحقيقة متأخرة بعض الشيء عن هذه الفترة وعن هذه المناكفات وهذه التحديات. نحن الآن أمام حرب طاقة وحرب اقتصاد بامتياز، نحن الآن أمام محاولة لإخراج بوتين من أوروبا، إخراج بوتين الذي ربما يعني تميز بكاريزما خاصة، تميز بوجود خاص، تميز بعلاقات خاصة، يعني الأنبوب الغاز الذي مد من روسيا إلى ألمانيا 50% من كلفته ساهمت به ألمانيا، وهذا يدل دلالة كبيرة على حجم الثقة المتبادلة بين هذه الدولة وبين روسيا بوتين. هذه العملية حاولت الحقيقة الولايات المتحدة من خلال استدراج روسيا إلى صراع في أوكرانيا أن تفرطها، أن تجعل هذا العقد ينفرط بين روسيا وبين قوى الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص ألمانيا وفرنسا، وقد نجحت إلى حد ما. وأيضا أنات ربما الرئيس الروسي في استخدام الأسلحة ذات البعد الاستراتيجي والاكتفاء باستخدام الأسلحة التقليدية بشكل أكبر، ربما أيضا يفوت كثيرا على الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن فرص أن تجعل أوروبا تجري خلفها بشكل كامل. ما زال هناك الحقيقة ضغوط جماهيرية كبيرة، وما زال هناك بعض القادة الأوروبيين الذين بدأوا يشعرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخسر شيئا في هذا النزاع، وإنما الخاسر الأول والأكبر هي دول الاتحاد الأوروبي، وهذا واضح حتى من أسعار مبيعات النفط أو مبيعات الغاز أو المحروقات الأمريكية إلى دول أوروبا، والتي ربما تمثل 4 أضعاف السعر الذي هو في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا حدث عتب ونقاش كثير بين الإدارات الأوروبية وبين الإدارة
الأمريكية. بايدن نفسه الحقيقة قبل أوكرانيا وقبل أي تطورات في المشهد الذي نراه خلال هذه الفترة منذ بداية تسنمه إدارة الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه في الانتخابات الأمريكية، وهو يشن هجوما لفظيا وإجرائيا ضد دولتان، الدولة الأولى هي روسيا والدولة الثانية هي الصين. وعلى هذا يعني كنوع من التحدي لهذه الإرادة التي جاء بها بايدن، نجد أن زيارة بوتين إلى الصين كانت تمثل ردا أو تمثل صفعة قوية للرئيس الأمريكي، وتمثل نوعا جديدا من العلاقات الدولية ربما يغير العالم، وربما يجعل من فرص هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب رئيسي تتضاءل أو تتراجع. أنا باعتقادي الحرب العالمية الثالثة تقع أو تكون قريبة من الوقوع عندما تضم الصين تايوان إلى الساحل، عندما تضم الصين هذه الجزيرة إلى أراضيها، وهو أمر بالغ التعقيد، وهو أيضا ما يشار له من خلال كلمة الرئيس الصيني خلال مؤتمر الحزب الشيوعي، ذكر موضوع استخدام القوة بكثرة خلال خطبته أو كلمته التي ألقاها أمام يعني أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، وكانت فيها دلالات كبيرة على استخدام القوة اتجاه إعادة تايوان إلى حضن الصين.